بكم آية تصلي كل يوم في التراويح أو في القيام بروحك أنت؟ كم آية قاعد تقرأ في الصلاة؟ اسمع هذا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ 10 آيات في ليلة، بس 10 آيات، كتب له قنطار من الأجر، والقنطار خير من الدنيا وما فيها. أخذ الحديث الثاني: من قام 10 آيات، يعني تخيل بس تقرأ الفاتحة وراها 10 آيات من أي سورة، لم يكتب من الغافلين. الله ما يكتبك عند فلان غافل، لا أبدا، هذا قاعد يصلي 10 آيات، معناه شيء بسيط. ومن قام 100 آية كتب من القانتين، أنت عند الله اسمك القانت فلان الفلاني. ومن قام 1000 آية كتب من المقنطرين. اختار لك الاسم اللي تبي عند الله سبحانه وتعالى واشتغل عليه، والله سبحانه وتعالى يعطيك إياه. طفلي حبيبي طفلي حبيبي سناه من عطاء ربي، قلبي له موئل يرعاه.